فالجميل هو جاتنا بنوتة صغيرة بيبي وكانت عندها شبكة متأثرة كتير ومن خلال التحاليل مستحيل أنها تبني مستحيل أنها تشوف ونشأت شبكة جديدة بدأت تشوف بعد 30% عام ونص الخدمة كاليزربان خصوص غير يشوف عام ونص والأم ديالها متابعة معها ربحنا 30% ديال الشبكة بدأت تبني والتقارير موجودة حاضرة لذا تنبغيو ديما المستمعين والمرضى ديالنا الله يحفظهم تقارير طبية وتكون نقطة بداية باش ملي تكونوا تشتغلوا تتكون عندنا المراقبة حتى الأطباء اللي تيلحقون آسي فلان جيب لنا تقارير نتوما تتعاونوا بالتقارير باش يبقى شهادة للعالم أن هذا الخير هذا ميسر وفي أمان الله. ثانيا تيجوا عندنا أطباء وتيقول كيف نتوما عن طريق التغذية تتنجحوا قلت لهم التغذية ديالكم وانتم خبراء أحسن منها وتنتابعوا على أن المعدنوس جميل ذاك التكامل جميل وتبني والمعدنوس يبني قنوات جديدة قنوات دموية من بعد العياء ديال السكري من بعد لي فاغيس من بعد كثير من المشاكل اللي عندها علاقة مع الكوليسترول ومع ذاك الأمراض المناعية تدخل التهابات ديال العروق إعادة بناء القنوات الدموية البسطيل كذلك تخوي القنوات الدموية لي ريتونسيو ديال نزلهم ديوريتيك والغريب في الأمر ونجاحات متميزة في الكلى. ما شاء الله كل ما تمشوا المراكز تلقوا 30-40 حالة متابعين معنا في الكلى وتنجحوا النجاح. مؤخرا كان حوارات بين المريض والطبيب وتناقشوا المعدنوس كيف أنه تنعودوا نبني الكلى ديالنا بوتاسيون تيكون مقد الكلى تتبني من جديد وجديد بحال حكيت لكم مرة الفريطة كلوة ما بيناش في ليكوغرافي لمنيا ومن بعد 6 شهور طلعت 300 سنتيمتر تحسن من الكلوة اللي صغير كان في 6 سنتيمتر بمعنى القدرة على إعادة البناء ممكن البرنامج يتسمى إعادة بناء الجسم من جديد بعد التدمر بعد الالتهاب بعد تين من المآسي تاع العضو وخاتم سرطانات أستاذ عندي واحد مشكلة ديال عندي نقص الهرمونات المنوية والمدام عندي الدورة الشهرية كتعطل على ما بين شهرين شهرين وزي معنا بحال ما هكا 10 أيام شحال العمر ديالك؟ العمر ديالي دابا 33 سنة ما شاء الله تزوجتي مرات جوج مرات ودي المرة الثالثة نعم الزوج ديالك هذا الأول الأول أنا نعم دابا هذه شي عامين وشهرين ملاحظة خصكم تعرفوها كثير من الرجال تيكون عندهم حوالات مزيانين من بعد واحد الفترة زمنية ممكن فوق 40 سنة تبداو تيضعفوا بحال واحد السيد عنده 6 الوليدات عنده 48 سنة مي بغى يعاود وليدات مرة أخرى واش مع المرة الأولى ولا مرة أخرى لقينا الحيوانات منعدمين بخلاف جا عندي واحد من الجزائر رجل أعمال تبع معنا شهرين من زيرو حيوانات ملاوية إلى 8 ملايين ما شاء الله إذن القدرة على إعادة البناء ممكن ولكن لابد شوية ديال الاجتهاد والمعلومات كل ما كانت عندنا حاضرة مزيان الزيارة اليوغولوج والتحاليل ديال اف اس اش ديستوستيرون وهكذا نسولوا أسئلة أخرى درتي تحاليل ديال هرمونات اف اس اش ديستوستيرون نعم للأسف مشا ولكن حاولوا نذكروا بهم حتى تكون غوبير بالنسبة للآخرين مشكور بعد رشيد على المكالمة ديالو موضوع اللي هو مهم وكيهم فئة كبيرة من الناس اللي هو ملي كنشوفوا أن الإنسان كيغفو لذا سبحان الله ولكن كيكون عنده مشكل وكاين مشاكل هي نقص في الحيوانات المنوية وكذلك عدم الانتظام أو الاضطراب اللي كيكون على مستوى الدورة الشهرية بالنسبة لنساو مشاكل هرمونية أخرى الأستاذ والباحث كريم عابد العلوي أخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعية ولا ساعة النحل نشوفوا الاستعمالات العجيبة والجميلة كذلك ديال المعدنوس اللي كتذكرونا في كثير من وصفة وكنذكروا في كثير من علاجات طبيعية أجل نبدأ من البداية هاد النبتة سبحان الله اللي كاينة ومتواجدة يعني طول السنة ما كنقولش أنها كتنبت في موسم معين أو في ظروف معينة ولكن طول السنة هي موجودة كنستعملوها بكثرة ما كاينش طاجين مغربي ما كيتمش في المعدنوس أجل نشوف الاستعمال الطبية والصحية ديال المعدنوس فاش كيلاق أول شيء لأنه مشكلة الحديد فيغ أو فيغيتين ناقل الجسم عنده 100 غرام في النهار والصغير أو كبار تلقينا راسنا على من بعد 3 شهور باي باي لي كارونس ديال الحديد واخا أجمل من ذلك الناس اللي عندهم فقر الدم من كل الأنواع أنا تنخاف من فقر الدم تيخبع المشاكل والمفاجآت مي تعطيهم 100 غرام في النهار ديال المعدنوس الناس كلهم اللي كان عندهم مشكل ديال فقر الدم الهيموغلوبين نازله مزيان او الهيماتوكريت ناقصين لقينا راسنا على انه من بعد 3 شهور باي باي المشكل ديال الهيموغلوبين عنده عند الفشل الكلوي عند سرطانات الدم لي لوسيمي عند الناس اللي عندهم كثير من المشاكل ديال الامراض المناعيه بحال اللوبوس بحال لي بولي ارتريت بحال هادو مي تيكون عندهم ضعف في البنيه وضعف في الجسم لقينا راسنا على ان تيخرجونا من فقر الدم ثالثا احسن علاج الكرون والار سي اش المعدنوس تناكلو منه 100 غرام خضر او تنطحنو شويه مع التفاح او مع الماء مغلى ونشربوه 100 غرام في النهار لقينا راسنا على انه ممكن يعالج مشكل الامتصاص ومشكل ديال العياء ديال الامعاء بما فيه البواسر اكلا
100 غرام في النهار ودهنا على البواسير مباشره تنطحنوا وتنكملوا سبعه المرات. واحد كان خصو يدير عمليه جراحيه على البواسير دار الاولى ورجع البواسير الثانيه، رجع البواسير الثالثه الرزه يمشي عطيو قالوا عمليه اخرى. داخليين او خارجيين؟ يعني داخليين او خارجيين خصنا نكملوهم مباشره. اذا كانوا برا تنكملوا سبعه المرات في النهار تندقوهم وتنديروهم تاتا بلاس ديريكتومون، والا تنديروهم حقنا وتندخلوهم خلصنا على انه اقل من شهر باي باي البواسير عن طريق معدنوس كاتا بلاس بالبيخه او خريقه تنديرو مباشره اقل شي نص ساعه، ربع سبير ربع ساعه ونص ساعه. لقينا انه المعدنوس على الجهاز التناسلي نساء مباشره انه تيرجع الوالده، وحكيت لكم على العشرات ديال النجاحات في هذا الاتجاه. كاتا بلاس مباشره على الوالده كتنازله او مبوله نازله تترجع، وشهادات كثير الناس من اوروبا من داخل المغرب وخارجه الحمد لله نجحوا نجاحات باش نوقفوا على سبعه ديال المواد هائله في المعدنوس. الكلوروفيل من ارقى ما كاين في اعاده بناء القنوات الدمويه، بالخصوص تيكونوا لي فاريس او الناس عندهم لاختري بمعنى التهاب ديال القنوات الدمويه نتيجه لاكاوازاكي مرض معلوم، او الا اللوبوس والا البهجات، هذو كلهم تيضربوا القنوات الدمويه، او ضعف او السكر تيضعف القنوات الدمويه. لقينا راسنا على انه فيه لا فيتامين او ولا فيتامين دي واخا وفيتامين لو بروفيتامين ا، هادو كلهم تيعاودوا يقويوا القنوات الدمويه بخصوص العينين، تنعاودوا نبنيو العينين جداد من بعد ديجينيريسون ديال لاغيتين، من بعد ضعف العينين، من بعد ضعف النظر، وكذلك في لاغيتين بيغمونتير. ولكن 100 غرام في النهار تعلموا ناخذوها ديما قبل الاكل بواحد نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه، ثلاثه اربع خمسه المرات نقسموا ذاك 100 غرام لمده 6 شهور ممكن سنه كامله ونصبروا. لقينا كذلك انه المعدنوس فيه لي فيبغ اليمونتيغ تيعاودوا يحميوا القنوات الدمويه من كثير المشاكل ديال الاسهال او ديال لاكونستيباسيون، وتعاودوا نبنيو اذا تعاودوا نبنيو لا ميكوز انتستينال تنحميوها من لي بوليب، ما تنحيدوش حنا المسار لي بوليب، تنعطيو المعدنوس وتغذيه نباتيه 100%. كذلك ملي تيكون لي ديفيرتيكول في المسيرنات تنعطيو المعدنوس تنعاودوا نبنيو مسيرنات جداد. كاين عنوان كبير اجي نقطه خاصنا نسطروه دابا. نعم يلا. من اي وقت اخر يلا. المعدنوس ارقى علاج في السرطانات. ممتاز. علاش؟ عنده قوه. جميع انواع السرطانات جميع كلهم كل تتسمى عمليه لابوبتوز قتل الخلايا كلها بما في خلايا سرطانيه. اذا اللي عنده سرطانات معدنوس خضر، اللي عنده فشل كلوي معدنوس خضر. هذا هو السؤال ديال المرة. هي القوه والرحمه اللي عندنا في الطبيعي باذن الله. المعدنوس واش كيليق للناس اللي عندهم الكلاوي؟ يعني عندي 6000 نجاح في الفشل الكلوي باذن الله، اكثر من 6000 نجاح في الفشل الكلوي، عندنا اكثر من 600 اللي بنوا كلاوي جداد. حكيت لكم على كثير من النجاحات في هذا الاتجاه، منهم اللي اتصلوا بنا هما اللي بشرونا بالكلاوي طلعوا جداد. اذا البوتاسيوم تيتقد ملي تناخذوا المعدنوس الخضر، حتى 100 غرام ممكن حتى 150 غرام نهار، ولقينا راسنا على انه تنخويو القنوات الدمويه وتنبنيو القنوات نخويوها من التعفنات ونقيو الدم، نطلعوا قنوات دمويه جديده وتنبنيو كلاوي جداد، بمعنى لقينا الكلاوي العضو المريض قويناه وبنيناه جديد اش خصنا؟ الحمد لله تعالى. نعم اكيد. كذلك سؤال ديال فلوريستا اللي تكلمت على العرق السابع، واش المعدنوس تينشط هذا العرق هذا؟ هو ملي تنتكلموا على تنشيط القنوات الدمويه كلها كل ما صغرت القناه الدمويه بحال ديال العينين هذه خصها وقت اطول. ولذا تنصحوا الناس اللي عندهم مشكل ديال العينين اما تبارك لي زانفورماتيسيان بالتيكري تكنيسيان ديالهم بلي كونطابل ديالهم بلي مهندسين ديالهم اللي تيجيونا العروق العين تضعف، تنقول لهم دقوا المعدنوس من بعد ما تغسلوه وكملوا على عينينا جوج ثلاثه اربع خمسه المرات الصحفيين ديال الله يحفظهم. كان على انه تيريح العينين ليس فقط تيعاون على النعاس، بمعنى كل ما هو التهاب اذا الموضع داك التعب اللي كيكون في العين في لا كلوروفيل وفي مجموعه ديال الفيتامين مجموعه المواد الطيبه. حنا ملي تنديرو كاتابلاز تحيد العيا غافريشيسون، اذا تحيد داك الالتهابات والعياءات ميو كو سا، تعاون لاغيتين باش انها تقوى، حيت التغذيه ديال العينين تجي من برا، اذا عسيله من برا تقوي العينين. وهنا فين تنشهدوا كثير الناس اللي داروا عسيله او بصله لعينيهم، بحال وحده جات عندي هاد الاربع اللي داز تتقتل البصله ثلاث مرات في النهار لمده 3 سيمين، تقوى النظر بعد ما ضعف، بدات تتقرا القران وعندها 60 ما معنى الكلام ما كاينش المستحيل. وهنا المعدنوس كاتابلاز نقدروا نعاودوا نبنيو، لذا هذه كلها امور بسيطه ولكن قويه في الاجتهاد. نعم مازال غنشوفوا معك امور ونبداو الاجابه على الاسئله، ولكن غنبداوها بترتيب عكسي لان كاين اسئله اللي مشابهه ببعض وبغينا نعطيوها اهميتها هي كثيره. نبداو بالسؤال ديال ساميه من طنجه اللي تكلمات، الاخ ديالها عنده مشكل في المعده. ملي سولناها الاخ عنده 23 سنه، ملي كيدوز كيقول له عندك التهاب على مستوى المعده خاصك توقف
في التدخين، هنا شنو يمكن لك نصحها أو نصح سيرتو الأخ ديالها؟ ديالو مازال صغير، إذا نباتي 100%. ثانيا المعلبات والمهلكات خصو يحيدهم كاملين، بما في التدخين والماكلة اللي فيها الكيماويات زاديتيف اليمونتيغ كاملين والمقليات. ثالثا غادي خصو يتعلم ياخذ عصائر بحال التفاح والمعدنوس واحد، عصائر طريين ما فيهم لا ماء لا حليب لا حتى شيء اخر. كذلك بعصير البطاطا والمعدنوس، هادو كلهم تدليتيها. ثانيا خصو يتعلم ياخذ، رابعا بغيت نعني خصو ياخذ ماء مغلي 150 غرام مع قد العسل الحره. هي الاكل ديالو كل ساعه ونص ساعتين، ممنوع كل شي حاجه اخرى مع ساعات النحل. 3 شهور الانسان تيولي واحد اخر. حكيت داز عندنا في انترودان شاب مزوج، كان ديك لها تيلوحه وتيتقياها، فمني بدا معنا حسواد معدنوس في الغداء، حسواد معدنوس في العشاء، حسواد معدنوس في الفطور، ملي تيجي مع شويه ديال التمر. جوج سيمانات ثلاثه تبدل، ولا الحمد لله ما كنتش داك القي وداك العيائات، وعندنا المئات اللي كتشبعو وكتعالج من الداخل. حيت حنا ما محتاجينش الماكله، محتاجين غير البقويات والاكل. في هذه الحاله هذه ما عندنا ما نديرو به، حيت غادي المعده ما تستعدش تهضم. الا ميكوز انتستين مهلوكه عنده، المشكل حنا اللي فهمنا هو انه كاين التهاب، سواء شي التهاب في لاكوربيغ في ذاك الحدبه ديال المعده، او في الفند المعده في لونتريت واخا، واما في الاخر ديال المعده ذاك البولب او الديودينيت مزيان ما عرفناش بالضبط. فحنا اللي تهمنا هو انه نريحوا العضو المريض ونقويوه مع التنقيه. فالى هذه العمليه هذه قمنا بها بثلاثه اسابيع حتى لسبعه، نتائج هائله 40%، نمشيو حتى لثلاث شهور، ولكن لا ساعات النحل ضروري باش نضبطوا الالتهاب ونعاودوا نبنيوا المكان. وعندنا التغذيه 100% نباتي صفر بقايا. مزيان، اذا فناخذوا عصائر بطاطا معدنوس ما طيبينش، نعصروهم بلا ما بلا حليب بلا اي شيء في لاسونتريفيوج المعلومه. تبارك الله ولا على اقبال كبير هذه الاله، ملي تنشوفوها اليوم غدا تنقلبوا ما تلقاوهاش. وهذا كله داير على انه المغاربه تيقلبوا على الصحه ديالهم، تيقلبوا على صحتهم والحرفه تدوزان. الوقايه خص الاليات، فحتى نحاولوا ديما يكونوا عندنا، وهكذا لقينا راسنا على انه ممكن نحصلوا. والمعدنوس في هذا الاتجاه نديروا مع شويه ديال الماء المغلى واللبق، فممكن يكفينا باقي المواد الاخرى. جوج معلقة ديال المعدنوس كبارين، كاس الماء المغلي، ومعلقة صغيرة ديال النبك، أربع ساعة نصفيوها بعد ما ندير الماء المغلى، ملي تصفي تديروا المعدنوس ونشربوها باش نعالجوا الالتهاب ونعالجوا حتى المشكل. وهذه الوصفة هذه قوية في علاج الحجر في الكلاوي والحجر في المرارة. بمعنى إلى خديناها فقط لمدة 3 أسابيع إلى 5 أسابيع الجسم تيتبدل، وهكذا تنعاودوا نبنيو العضو المريض والمناعة من جديد. ملي تنشوفوها اليوم غدا تنقلبوا ما تلقاوهاش. وهذا كله داير على انه المغاربه تيقلبوا على الصحه ديالهم، تيقلبوا على صحتهم والحرفه تدوزان. الوقايه خص الاليات، فحتى نحاولوا ديما يكونوا عندنا. وهكذا لقينا راسنا على انه ممكن نحصلوا. والمعدنوس في هذا الاتجاه نديروا مع شويه ديال الماء المغلى واللبق، فممكن يكفينا باقي المواد الاخرى. جوج معلقه ديال المعدنوس كبارين، كاس الماء المغلي، ومعلقه صغيره ديال النبك، اربع ساعه نصفيوها بعد ما نديروا الماء المغلى، ملي تصفي تديروا المعدنوس ونشربوها باش نعالجوا الالتهاب ونعالجوا حتى المشكل. وهذه الوصفه هذه قويه في علاج الحجر في الكلاوي والحجر في المراره. بمعنى الى خديناها فقط لمده 3 أسابيع الى 5 أسابيع الجسم تيتبدل، وهكذا تنعاودوا نبنيو العضو المريض والمناعه من جديد. سنعاودوا نبنيو العضو المريض والمناعة من جديد.